واش اللي يفكرك درك في السعيد؟ واش اللي فكرني في السعيد؟ وعلاش؟ هو حب ينساني، راح للرشيد وكذب عليه وقال له باللي انا سافرت لفرنسا. هاو علاش راني زعفان؟ مالك انا وياك بنتي عندها على حسب الوقت. ايه سلمي لي عليها وعلى يماها. داكور. صار سافرت لفرنسا. ها يا واحد الكذاب الثعلب يلي تفطر بالكذب لعشابه. يا سعيد هذا وصفر، احنا ما راناش عارفين وين راك رايح وعلاش راك رايح وشحال راح تقعد. باتو سابلمون رايح ليترونجي فوالا. انا رايح في خدمه وشحال نريح ما على باليش. كيف قال كرهتيني؟ قولي عيناني باللي كرهتيني. ياك اللي حبني حبني بلحيتي ولا لا؟ وشنو بابا؟ ايه كرهتيني؟ كاين اللي يكره عمره بابا، كاين اللي يكره حياته. يا بابا انت حياتي يا بابا. انت اللي تسمعني بابا، الاولى نروح نخدم في الحانوت، والثانيه تجي معايا عند بسيكولوج. بابا بسيكولوج؟ معليش يا بنتي نجي معك البسيكولوج. منك بصح بابا، وانا نقدر نغلبك يا بنتي. يا عمري يا بابا الله يخليك لي ان شاء الله. تدي معاها الدوسي ميديكال دو توت فاصي، عاود لها كلش في لوبيتال. ما نقدرش نسنى شويه؟ ما تقدريش تسناي مدام، لازم تدخلي البلو فيت بوسيبل. انا ما ندخلش للسبيطار حتى يرجع باباك. هلا احنا على بالنا وين راح؟ عنده 5 ايام ما سقسى، ما تليفونه ما والو. تبقاي على خير دكتوره. بسلامه، ما تقلقوش ان شاء الله ما يكون غير الخير. تبقاي على خير دكتوره. على خير. ماشي قلت لي البارح اللي تهبط؟ ما عنديش لوكي، الطيارات كاع كومبلي، راني مقلق نحبط. صح، وكتاش تهبط؟ بالسيف باش البلاصه الغدوه. السلعه لحقت نورمالمون اليوم تلحق، ديجا راهي مبيوعه. ديجا نبعت؟ اهبط اهبط باش نوجدوا السلعه تاع ولد الطاهر. الو سعيد، الو راك معايا؟ داكور غدوه نحبط. بالسلامه. وقتاش تجي ان شاء الله؟ غدوه على 12 نكون عندكم. يهملك السلعه لحقت. دول كنت نهضر مع عاشور اليوم تلحق. تبعت ديجا وش بيكي؟ ما تقول لي السعيد صح؟ اما لا دراهمنا زادوا. معلوم يزيدوا وما زاد زيدي تشوفي كتر. اسمع غدوه الصباح نكون عندك في الايروبور. هيا واش تحبي نجيب لك معايا؟ كلا تقي روحك السعيد. ماشي خساره فيك، راكي شريكتي وش بيكي؟ إلا كان هكذاك تجيب لنا حويجه صغيره على حساب الكو ديالك. هيا تشاو. هذا هو البيزنس ولا خلي نستعرف بك سعيد. ماشي اوايدك بالجماعه تخرج بكري؟ عندي شغل مع واحد. البارح حكمني الشيخ بابك واحد زوج سوايع بالهضره، قال لي صبنا له واحد طفله فاميليا وما حبش يواجبنا. بابا روتريتي وانت عساس فارغ، جاب لكم ربي واقي راكم تقصروا على سي جيش بابا. مني بصح يا طيب وبركه ما تلعب فيها يا خالد. والله غير ما راني مبرونشي كاع واش راكم تخمو. عيتني معك يا ابن عمي، مع زوالة وطارت. لازم نشوف عمي عمر. وعلاش راك مصمم هكذا؟ موراك حاجة انتهي. مورايا بزاف حوايج. الله غالب اللي عليك درتو. عمر ما يشوف حتى واحد غير انا. قلت لك حتى واحد مهما كانت صيفته. لو كان طاح في طاكسيور وليد فاميليا ما راه في هذه الحالة.
لكن الناس باعت الضمير نتاعها. باكسيور اللي راك تهضر عليه راه قدامك. عاود عاود، مانيش مأمن. أنا عمي عمي رابح، أنا هو الطاكسيور اللي نسى عنده عمي عمر الباليزة. أنت هو الطاكسيور اللي نسى عنده السي عمر الباليزة؟ يعطيك الصحة بنتي، واش راكي ديري؟ راني نوجد الماكلة باه نديها ليما. علاش راح تشوفيها اليوم؟ ايه اليوم الجمعة، لا جوني تاع لي فيزيت. ياك نروحو كيف كيف؟ لا 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 لا، انا رحت البارح ما نسيتش نروح اليوم. قولك صح، قولك حاجة، ديجا انا السبيطار ما نحبوش، الريحة اللي فيه هذيك نكرهها. زيارة خفيفة تقلقك الريحة، ولي يقعدوا بشهر شهرين واش يقولوا؟ واش يقولوا واش يقولوا؟ كل واحد مكتوبه. يما ما عندها حتى واحد من غيرنا، لازم توقف معاها. غدوة رايحة دير باراسيون، لازم لك تكون معاها. بون صح صح، شوفي اليوم دي روحي شوفيها، وانا غدوة ان شاء الله قبل ما دير الباراسيون نكون عندها. يا بنتي ما رانيش فارغ شغل. كيفاش هكذا ما راكش فارغ شغل؟ شوفي دوك نفهمك، بعد ما كنت بمالي كنت برزقي شريكتي، اصبحت نخدم عند الناس، على هذا اللي ما نقدرش نروح نشوف يما كل يوم. فهمتي درك علاش؟ هذه هي الحكايه يا عمي ربح. عمي ربح عمي ربح، ايه يا الدنيا، 58 سنة في عمري ما فهمت من هذه الدنيا إلا القليل. ودوك ندي لادريس بالجمعة مغلوقة لاجونس، صح ما تخممش، جوز لي غدوة العشية تصيب لادريس عندي. بشرى بشرى بشرى، أنا ماجي يا بابا. نعم بابا. يا بنتي كاش واحد راه معك؟ لا لا بابا حتى واحد. وش نسمع الهراج هذا؟ ها الدراري برك يلعبوا في البالون. لا لا نسمع الهضره هنايا، راني شفت تلفزيون بابا. برك طفي طفي التلفزيون. صح بنتي عايشك يا بابا، ملي جيت ما شعلتش تلفزيون. قلت لك طفي التلفزيون، ما نحب نسمع حتى صوت. يما خلاص بابا صح، خلي الباب. تلفزيون هذاك ما خصني. غدوة نكون معاك قبل ما تدخلي البلوك. بابا تاني كيكون معاك ان شاء الله. ماما ما تقلقيش روحك، لي ميدسان كاع راهم يقولوا بلي لوبيراسيون تاعك سهله. اللي حبها ربي هذيك هي يا بنتي، واش حبيتيني ندير؟ لازم نروح على بالك هذيك هي. روحي روحي باش ما يفوتكش ترونسبور. روحي بسلامه يا بنتي، روحي ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. وتهلاي في روحك. سيكولوج
نشوف حتى واحد، ما نهضر مع حتى واحد، ما نشوفش بسيكولوج. بابا ماشي قلت لي نجي معك عند البسيكولوج؟ ما نجيش، ما نروحش، ما نحب نشوف حتى واحد. قول لي بابا، يا اخي تحب البحر؟ شنو البحر؟ بحر. وش رايك لو كان نروح انا وياك نجوزو النهار على شط البحر، نحي شوي على خاطرك يا بابا؟ مره اخرى يا بنتي، مره اخرى. معلش معلش. وش رايك في قضيه الحانوت بابا، خممت فيها؟ يا بنتي انتهي بدراستك، مستقبل قبل كل شيء. وهذا قعد حتى لدرك باش ظهر. الحمد لله يا ربي، مازال كاين الناس فيهم الخير. مزيه اللي ما قطعتش الكوارط. شوف دوك نعطيك لادريس تاعو. فوالا تفضل. شكرا، ماشي نعطيها له، عندي معاه موعد في القهوة. هكذا يفرح عمي عمر مسكين، والله غير يعطيه الصحة هذاك الطاكسيير. حتى انا ما امنتش كي قال لي انا هو الطاكسيير. واش دخلوها يماك؟ خلاص دخلوها. خسارة والله خسارة، ما لحقتش عليها. ودي كيفاش جيتي؟ ها؟ علاه ما استنيتنيش؟ كنت نجيبك معايا. انت سبقت في شغالاتك. وي الو، مساء الخير. ايه ايه صحتيتك. واش نسيتي؟ نسيت. ايه ايه يعني على بالك اليوم انا عندي المراه حد يدير اوبيراسيون. ايه راهي في البلوك. ما تروحش، ما تروحش، ما تروحش. استنى اني جاي، راني قلت لك اني جاي. شوف دوسامي تكون عندك، سمعت؟ ما تزغلش راح من بابك. انت ما تروحش الجامعه. مانيش كاع نخمم فيها الجامعه. واش تحبي يا بنتي؟ المعلم عيط لي، لازم نروح. واش تحبي؟ لازم نروح. والمعلم هذا تاعك ما يقدرش من ذاك النهار جيت تشوف مرتك في السبيطار في الحاله اللي راهي فيها. من هنا؟ شوفي كيما تفطن، سمعتي؟ تليفوني لي، فهمتي؟ بالك انت ساعه. فهمت فهمت. حشمت تقول المعلم عيطت لك. المعلم كي تدخل في هاد الشبهات يا بابا والله ما تسلكها بخير. ست ايام وما جاتش، سي با نورمال. هالخميس لي فاكونس. لا غير جازو ليا ماتا، غير كيما غير كيما بك دخلنا نقراو. خسارة، حتى الرحلة تاعكم طاحت سواسوا مع لي فاكونس. هكداك خير، على بالك بابا راه مريض بزاف يا سميرة، يغيس بزاف، ساعات ساعات نسبو يهضر وحدو. أنا خايفة عليه بزاف بزاف. يكون باباها مريض،
وزاد عليه الحال. لو كان عرفت أقدر روح معاك نهار الرحلة، لو كان ذكر أني نعرف داركم وش راح حبيتها من قلبي. بس هكذا تروحي بلا ما توديني؟ لا بالك، زدتي كبرتي في عيني. وش هي الحاجة زدت كبرتني في عينك يا لالا؟ صافي تخوازون حنا نقرب في الكيف. سي لا بروميير فوا ندخل داركم. لا غالب، تعرفي لا سيتياسيون تاع دارنا كيفاش كان؟ لا بالي، بصح الشي اللي خلاك زيدي تكبري في عيني، عمرك ما زرتي لي بداركم. بون لا بالي بلي تسكني في فيلا كبيرة شابة، بصح ما ظنيتهاش لا كلاس هكا. فيلا، فيلا شابة بحيوطها، ديكور ديالها. بصح وش من فايدة لك كانت القلوب قاصحة والعقول محجرة؟ وش من زين يقعد لها؟ تهنيتي من فريدة وأنا تحرمت منك، توحشتك يا بشرى. شوفي اللي باكم سقربوا والبيت اللي متوحشك. الدار ما تكونش بعيدة بزاف، اللي باكونس تجي لعندي وتباتي معايا ونقعدوا نقصروا للصباح. بصح ما نعيش لها فراس. والله غير ضحكتيني يا سميرة. كي نرحل ونعرف لها فراس انا نعطيها لك. بون البيت دياب اللي مقلبها. على بالي انا. والدراهم دخلوا؟ هذا في البنكة. نقدر نعرف شحال ولا ولا؟ قريب تلحق المليار. واو، راك تقول مليار سعيد، مانيش مآمنة. والبروجي الجديد تاعك مع عاشور؟ لا عاشور لا العيد ولا بوزيد، معك انتي، انتي اللي راح تولي شريكتي. فريدة وفريدة وفريدة والسعيد، تخي بيان. بصح شوفي، باش نتهناو من العاشور لازم لنا شويه دراهم، على الاقل ترفدي راس مالك. انا الدراهم اللي عندي كامل جبتهم لك سعيد. هكذا لازم لنا نصيبوك شي واحد يسلف لنا ام قسم نشري والسلعه. لو كان جد الدنيا دنيا، بابا عنده الدراهم ودراهم كبار قانيت، بصح لو كان يشوفني نموت قدامه دورو ما يعطيهوليش. بابا بابا بابا. شكون؟ صباح الخير نوض. صباح الخير، شحال الساعة؟ راهي 11 ونص، راح الحال بابا. كيفاش؟ راح الحال؟ ايه راح الحال. هيا نوض بابا، طرف روحك باش تشرب قهوتك. يلا انا جاي بنتي، انا جاي. هيا نستنى فيك. أنا نشوف بلي لا ميم صوم اللي شرب بها عمر السلعة. إيه إيه صح، والله طاحت الزهر. شوفي المهم قد ما تجيبي قد ما مليح ليك. إيوا أنا من راح نزيد نجيب لك سعيد. شوفي فريدة، هاد لافير هادي ما لازمش تروح بين يدينا، السلعة تروح بالخف الافونس. اسمعي لي، هذا عاشور راح يحوس عليا على جال السلعة. هذا عاشور ماشي قلت لي بلي ما عنده حتى دخل في البروجي هذا؟ ايه بصح سمع بالسلعة وحب يدخلها معايا، وراكي تشوفي راني نتهرب له. بصح حنا لازمنا شوية دراهم.
لازمنا الدراهم، لازمنا الدراهم. ايه نبيع الصيغه ديالي. وي فكره مليحه صح، عندك بزاف يا ولدي. غير المحزمه فيها تقريبا 200 غرام. شوفي المهم قبل السبت لازم الدراهم يكونوا عندي ان شاء الله. اش بيه ما حبش يجاوب؟ من نهار دا دراهم السلعه وانا نعيط له لحد الان ما جاوبنيش. هدني روحك يماك هاي بخير، ما تقدريش تشوفيها راهي في البلوك. نشوفها من بعيد برك. المسحه تطيحي للدار تستعفي وغدوه ان شاء الله روحي تشوفيها. اي سجيك شوفها دقيقه دقيقه ونروح. يماك راهي تعبانه، مصلحتك ومصلحتها ما تشوفيهاش اليوم. عندي موعد معاه العشية. شغلك طول يا شحال عندك وانت تجي لهنا ومازال ما فريتاش معاه؟ هذاك هو، انا نروح تساعد راهي ثلاثة ومازال ما فطرتش. سيدي ريحي شوية معايا ونروح نفطرو كيف كيف. لا لا عيشك خليها نهار واحد اخر. شوفي جا واحد في بالي، لو كان الدراهم تاعو يكونوا واجدين يدخلها معنا وعندو البرسنتاج تاعو. هي عيط له. الو مساء الخير. سي المختار صافا الله يهنيك صافا لاباس. لا لا مانيش نشوفه من نهار اللي رحل ما تلاقيناش. ها انا تاني. شوف السي المختار، راك شافي السلعة هذيك اللي راحت لنا، وإذا كتب ربي أنا اللي راح نشريها. مع عمر؟ لعلها وحدي. صح سعيد، على بالك بلي مخصوصة بالسوق. وي، وعلى هذا اللي راني تليفونيت لك. راني مخصوص فيها دراهم. أنا قلت تدخلها معايا وعندك البرسنتاج تاعك. تمني بالله والله غير دراهم يراهم كاع سلعه. شوف تحب تستنى كي يدخلوا لي يا با بروبليم. هاوا دعوه مجروبه، انا لازم قبل الاربعاء يكونوا عندي دراهم. وانت شحال يخصوك؟ اللي عندك مرحبا به. نشوف كيفاش ندير منا نهار ثلاثه نرجع لك بالخبر. لا 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 ماذا بك قبل الاثنين ولا ما كاين والو نشوف انا من جهتي. بصح انا قلت انت خير من واحد اخر. يعطيك الصحه سعيد، مالا نهارتني ان شاء الله. داكور هيا بسلامه. كاع على بالهم بلي سلعه مطلوبه في السوق وبها اللي نردوا روحنا. يكون مرفدش البورطابل نتاعو معاه وفي البيرو مكان حتى واحد. اوا بدا يدخل لي الشك هذا. الحمد لله. الو امس الخير سي المختار، عندنا بزاف نسمع هذا صوتك يا سيدي. هاك تعرف يا خويا عاشور والله غير التجاره دات لنا كاع وقتنا
ولينا حتى الحباب ما قدروش نشوفوه. كاع كيف كيف. ها المهم الجديد. احتجتك في واحد شغل. راني هنا يا سي المختار غير ما تخممش. بصح اسمح لي سي عاشور، الكلام هذا ما ينقاش في التليفون. مرحبا بك في البيرو الوقت اللي حبيت سي مختار. صح ما لا سناني درك نجيك. صح ما رانيش عارفه وعلاش راكي تزيتي. ما رانيش نزيتي، قلت لك نروح معاك نروح معاك. واش بيك يا عامله هكذا؟ واش راكي تسناي؟ باسبور واجد والفيزا ما تكسرش راسك عليا انا. نروحوا بالحجر وراهم دراهم. حبيت تفهميني بلي ما عندكمش دراهم. حبيتيني نقول ماما عطيني دراهم باش نروح ليترونجي. حبيت نقول لك تجيبي دراهم بلا ما تقولي ليماك. هذا واش راه يدور في راسي؟ ايه لا غالب شغالات. نسيت ما قلت لكش بدلت لابيوس. اسمعي كي نتلاقى ونحكي لك. سحقيتك في حاجة؟ لا لا حنون، هاد الخطرة انا اللي نبيع لك. خلينا من عمر ديالك، انا حابة نبيع الصياغة ديالي. صح الو منال، واش سلكت يماك؟ وانا ما عيطيليش فطنت. راهي في لاغيانيماسيون ما خلاونيش نشوفها. اما لو كان عيطيلي كنت تشوفيها بلا مزيتهم. بابا ما تنساش العشاء يعيشك، روح ليها. قلت لي سحقيتك في شغل. شت كيفاش حتى القصران ساتني في شي اللي جيت على جالو. يا راجل عنا بزاف ما تلاقيناش، واش حبيت نهضروا كل شيء في ضربه واحده؟ ها سيدي ها المهم. شوف انا على كل حال دراهمي نصرهم سلعه ونصره البرة، وطاحت لي افير مزروبه وراني محتاج شويه دراهم. ما طولش عليك، بالحاره سمانه ويكونوا عندك. واش حبيتني نقول لك يا سي المختار؟ والله ما طحت في وقتك. انا منا للربعه لازم الدراهم كاع يكونوا عندي، حتى انا طحت لي افير مع السعيد. مع السعيد؟ شفت السلعه اللي بحر البون تاعها سي عمر؟ حبي يشريها السعيد، راني معاه شريك. اسم انت راك معانا شريك؟ كيفاه انا معكم شريك؟